من مجلتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير. نحب في بداية مستهل الحصة هذه نكون واضحة معكم. الحصة هذه دورها لوبيات، دورها شكون يعطي التعليمات، وتيل تحت 11 سنة من التعامل مع القناة هذه، لا واحد جاء أمل عليا شو باش يقول ولا شكون باش يكون ضيفي ولا أحكام مع أي طرف منتج في الحصة هذه. ولذا هذا يخصنا احنا، يخصنا احنا كعائله الاكسبير. رانا احنا لا رانا لوبليات ولا رانا شكون يعطي التعليمات، وحتى مع الاداره العامه مع القناه راهو عمري لا شهدت لا انا ولا زملائي اللي ينتجوا هنايا جاتهم تعليمات. نبدا واضح هذا نقولها بين قوسين وامر. اليوم سعاده لا توصف، باش يكون كيما العاده بحذانا وكما تعودناكم من حين الآخر نستدعاو شباب تونس يحكيوا معانا، شباب حقيقة يمثل شباب تونس واللي نفتخروا به. لكن حبيت نستغل الفرصة باش نتوجه بنداء سيد رئيس الجمهورية. أنا نعرف سيد الرئيس اللي أنت شخصيا والجيل بتاعك وشوية الجيل بتاعي أنا اللي خلطت خلوط، كانت عندنا عديد الامتيازات. نتذكر كان عندكم لي كارت دو جو، كانت عندكم لي كارت ديباجمون، كانت عندكم دور الثقافة الكبار، دور السينما. نثبت أنا خلطت على دار الثقافة ابن خلدون وابن رشيق ب 100 فرنك تدخل تتفرج في أحدث الأفلام اللي موجودين في السينماوات الأخرين الكل، الملاعب الكورة والرياضة كان عندكم امتيازات 50%، السفر امتيازات كيف كيف، في التنقل امتيازات. أكيد اليوم حاجات تبدلت بطبيعة الحال، مش باش نقول لك نعطيهم امتيازات باش يدخلوا للسينما وباش يدخلوا للملاعب كرة القدم. حاجات الشباب تبدلت، الشباب هذا اليوم شباب تاع انترنت، شباب تاع تليفونات. صارت مبادرة قبل، ما يهمنيش في شكون عملها وشكون صاحبها، لكن صارت مبادرة تاع الحاسوب العائلي. قداش كلف في تونس؟ وشنو النتيجة نتاعها؟ أنا نقول الشباب هذا يستحق أن نشجعوه، ويلزم الدولة تاخذ مسؤوليتها ونشجعوه باش يمشي في الطريق السوي. يا اخي ما ثم حتى مشكل كيف اليوم مكنوا مثلا الشباب الطلبه مثلا باشتراك بنصف الحق بنصف التعريفه بنصف الانترنت، ما ثمش حتى مشكل كي نمثلوا عائلات الكل في عود حاسوب عائلي مسيرش تابلات العائله باش يتعاملوا بها. هذا سيد الرئيس قداش الكلفه نتاعو؟ انا متاكد مدام سهام وزيره الماليه باش تلقى لنا حل، على خاطر كيف نقراوا المداخيل اللي باش تجينا من العمليه هذه المردوديه نتاع العمليه هذه، اتيل اتيك اتيك باش تفوت التكلفه نتاعها. شبابنا مستحق اليوم يدعموه ويلزمنا نشدوا بيدو، حكايه بسيطه برشا برشا تمكنوا باش يقدموا، خاصه في داخل الجمهوريه ونبعدوا على مدن الساحل. ما نطولش اكثر، نمشيوا اشاره المؤشر الانطلاق الخدمه. إذا السادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا الجزء الأول من حصتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير. هي حقيقة اقتصادية، لكن لاحظت أن الاقتصاد مرتبط بقطاع وبتقنيات جديدة كبيرة برشا برشا، هي الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي اللي يستحوذ تقريبا على كل المجالات بما في ذلك مجال الاقتصاد، ولا هو القاطر للاقتصاد التونسي. وثم جامعة تونسية، جامعة خاصة تميزت في المجال هذايا. حبينا نمشي ونكتشفوا شنو هو اسرار النجاح هذايا. دونك استدعينا الشباب نتاعهم هوني باش يكون معنا في الحصه هذه، وانا سعيد باش يكونوا موجودين معايا طلبه من المعهد الاعلى للدراسات في الاعلاميه بتونس، اسبري، معروف اكثر اسبري في تونس. مرحبا بكم شباب الاسبري الكل في الحلقه هذه الخاصه. مرحبا بسي مراد الزارعي، مرحبا بك سي مراد. نحب نشكره شكر خاص، هو استاذ مؤطر وجامعي ومهندس من المهندسين الكبار في تونس. اول حاجه للتعاون الكبير اللي لقيناه معاكم رغم الضغوطات اللي عندكم موجوده. ثاني حاجه للعمل اللي أدركناه واللي عايناه والمجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بهم مع الشباب هذا. شكرا على تلبية الدعوة، مرحبا بك سي مولاد. عايشك، بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة سي عبد اللطيف. أنت قبيلك تحكي على الشباب، يعني أنا محظوظ جدا أني أنا نكون من ضمن الشباب اللي كنت تحكي عليه. يعني نعرف بنفسي أنا مراد زارعي، أستاذ باحث في إسبري، مدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا.
مهندس متخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس لينيت، ومن بعد عملت طروح الدكتوراه في لينيت زادة في الرياضيات التطبيقية، والاختصاص متاعي هي الرياضيات التطبيقية اللي مطبقة على الذكاء الاصطناعي. واليوم رافقت واصطحبت ثلة من الطلبة متاعي بعد باش يحكيوا على المشاريع متاعهم، على شنو قاعدين يعملوا، ونشكرك برشا على الاستضافة هذية، وإن شاء الله معناها نجموا اون انسبير، معناها اكيد نلهموا شباب واحد اخر باش يلتحق معناها بهالثورة الجديدة اللي هي الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد في جميع الدول. انا نحب نستدعى الساده المشاهدين باش يقعدوا معنا حتى الدخل، خاطر انا اكتشفت شباب رائع، اكتشفت شباب مبدع باتم معنى الكلمه، اكتشفت شباب ما عندوش حدود، ما مش مستعرف بالحدود وماشي بعيد برشا برشا برشا، لكن تو نسمعهم هما وين التحديات نتاعهم، وين زاد المطبات اللي لازم يتعدوهم. وكما قلنا نحكيو في الاوف، احنا رانا ما عندناش حواجز كيما انتم ترفضوا الحواجز طويكة، احنا رانا ما عندنا حتى حاجز باش يقول لكم لا ما تكلموش فيه، رايكم اصدعوا به وتفضلوا مرحبا. نواصل تقديم ضيوفي في الجزء الاول من حصتنا، خاطر سيدي باش نقول لكم اللي الحصه هذه فيها ثلاثه اجزاء باش نتمكنوا نعطيوا الصوت لجميع المشاركين في الحصه هذه. دونك تقنيا افترض علينا ولا تفرض علينا سامحوني باش نقسموها لثلاث اجزاء. بنتي تفضل قدم نفسك، كل واحد منكم يقدم نفسه، تفضل. شكرا على الاستضافه. دونك اسمي نيزا ترابلسي، نقرا 3 اني انتيليجونس ارتيفيسيال في اسبري. مرحبا بك، تفضل. نشكركم جدا على الاستضافه، سامحني. دونك انا ايه بن ملاهم، 3 اني انتيليجونس ارتيفيسيال زادا في اسبري. مرحبا بك، تفضل شباب. عسلامة الناس الكل، انا مهدي فقير، 3e année intelligence artificielle في اسبري. مرحبا بك. ميرسي على الانفيتاسيون اليوم. انا نور بن عمار، 3e année intelligence artificielle في اسبري. مرحبا. عسلامة، نشكركم على الفرصة اللي عطيتونا اليوم. انا وداد عسكري، اتيديونت في اسبري اون 3e année intelligence artificielle. مرحبا بكم الكل، ننطلقوا معاك سي مراد. هل انك تعتقد انه التكوين اليوم اللي قاعدين نخصصوا فيه لاولادنا كافي وانه يرادف تقريبا ما هو موجود على المستوى العالمي؟ اليوم التعليم والسؤال هذايا معناها مهم برشا ويخص جميع البلدان وجميع الجامعات وجميع مدارس المهندسين، على خاطر قبل اللي كان هو الاصل في وجود الجامعات، خاطر ثم اخصائيين اللي هم الاساتذه الجامعيين قلال، يلزم نعملوا لهم مدارس ولا جامعات باش يمشيوا لهم الطلبه يتلاقاو معاهم وياخذوا منهم العلم. اليوم العلم موجود بارتو، يعني تحل الانترنت موجود في اليوتيوب، موجود معناتها بجامعات افتراضيه فيها معناتها اخر ما وصلت البشريه معناتها من علوم. يعني المساله اليوم ما عادش مجاني، ثم المجاني وثم اللي مش مجاني، يعني اللي يحب يتعلم ثم المجاني. يعني اليوم الجامعات الدور نتاعها قاعد يتغير، على خاطر لو كان واحد باش يمشي للجامعه ولا باش يمشي للمدرسه باش يعاود يسمع نفس الكلام اللي هو ممكن يلقاه في يوتيوب ولا في اي معناتها وسيله نتاع اتصال مجانيه، وممكن احسن برشا من الاستاذ اللي هو باش يلقاه معناتها في الجامعه. تكون وقتها معناتها اضياع واهدار للمال واهدار للوقت. اليوم الجامعه الدور نتاعها هو انها تعطي الاضافه على ما هو موجود، واللي هو موجود زاد قاعد يتطور ويتبدل بسرعه جنونيه. يعني نحن الطالب وقت اللي يدخل عندنا باش يعدي 5 سنين، يعني ثم اشكاليه شنيه معناتها العلوم والكفاءات اللي مكنوه منها باش تنجم تكون فعاله في كامل المسيره نتاعو، على خاطر اليوم تتبدل، ممكن انت تقري حاجه في البروميير اني ما وصل هو توازيام اني كان الحكايه هذيك اوبسوليت وتعدينا لحاجه واحده اخرى. يعني نحن مثلا في اسبري ناكدوا برشا على كفاءه التعلم الشخصي معناتها مدى الحياه، سي سكون ابل معناتها لايف لونج ليرنينج. يعني ثم كفاءه اليوم اللي الجامعات من دورها انها تطورها عند الطالب هي الاعتداد بالذات وطريقه التحصيل للعلوم. الطالب يحصل العلوم بنفسه باش ينجم يقعد ديما فرد مستوى مع الشيء اللي صاير في العالم. هذايا ما يصير كان عبر بيداغوجيات معناها خاصه
كما نحن نستعمل مثلا السي بي ال هذايا، كل ما هو تحدي، يعني التعلم عبر التحديات، يعني الطلبه معناتها يلديفينيس معناتها ان تشالنج التحدي، وهما يحصلوا العلوم ويحصلوا المهارات بتاطير من الاساتذه باش ينجموا يحلوا مشكله نتاع مؤسسه. تو من بعد يحكيوا لك معناتها على بعض من لي زيكزومبل هذوما باش تكون المساله واضحه عند الساده المهندسين. يعني هذا اش حبيت نقول، انه اليوم اكبر كفاءه هي اللغات، تحصيل اللغات والتعلم الذاتي. نعطي كلمه مباشره كان مترشمان عند الشباب. انا ربما الكلمه اللي حكيت مع سي طاهر الاخضر وقت مشيت باش نقابله، الكلمه اللي قالها وعاودها وقالها عاودها، انا ما عنديش طلبه، انا عندي ديزانجونيير ابرونتي. ما نعرفش تحسوا نفسكم طلبه ولا ديزانجونيير ابرونتي. تفضل نبدا معك انت. الحق كانت اكسبيريونس ياسر طياره في اسبري. انا بيرسونيلمون كانت حاجه سبيسيال على خاطر انا ما قريتش من البروميير اني في اسبري. تعديت قريت في ليسانس في ليتاتيك، بعد تعديت الاسبري. دونك كانت اون اكسبيريونس بالحق ياسر ما احلاها، مش كيما كنت نقرا في ليتاتيك كيما تعديت الاسبري. هنا لقيت روحي اكثر نخدم على التطبيق، كنت حسيت روحي ياسر اكثر نخدم في دي بروجي اكثر من انه كانت قرايه تيوريك اكثر. بالعكس كانت خدمنا برشا على الانتيليجنس ارتيفيسيال، اللي الحقيقه في تونس وقت اللي انا كي كنت نقرا في ليتاتي كنت من الاول نلوج على الباركور نتاعي باش يكون في الانتيليجنس ارتيفيسيال. مالوغوزمون في ليتاتيك ما فماش انتيليجنس ارتيفيسيال، معناها باش تتعدى انجينيوري اون انتيليجنس ارتيفيسيال، ممكن واحده ولا زوز و تري ليميتي لي نومبر نتاعو. دونك كي لقيت اسبري فيها لوبورتونيتي هذيا، نشكر مراد مسيو مراد زراعي بيان سور. كانت بالحق حاجه اكسبيريونس ياسر ياسر طياره، واللي نشكر بالحق مسيو مراد. خليني نسال سؤال بطريقه اخرى، اذا انا فهمت سي مراد معناها ما عادش يقريكم الدروس، شكون يقريكم؟ وهل المقاربه هذه تساعدكم ولا لازم من الاول على الاقيله في السنوات الاولى، انتم نعرف انتم تو موجودين في الجزء الاول من الحصه في المستوى بتاع السنه الثالثه، لكن في الثلاث سنوات الاخرانيين يلزمكم ابجديات تتعلموه. ما نعرفش شكون منكم يحب يجاوب على الاسئله، ما يسالش، تفضل تفضل. دونك في اسبري فما الحقيقه لي كاليتي نتاع فما دي كاليتي نتاع دي بروف. دونك احنا سنه كانوا عندنا 3 انكادرون ديجا في الكلاس في نتاع البروجي، كانت معنا مدام سونيا ومدام درصاف ومدام نرجين. دونك كوتي دي انكادرون موجودين، معناها ما نجموش نخافوا، هما انكادري بار مسيو مراد معناها وحدهم، بخلاف انهم هما معنا في الكلاس في لي سيونس الكل. فهموني المقاربه هذه بالضبط بالضبط كيفاش تصير، وسعوا بالكم معايا خاطرني راني ما نفهمش برشا في الانتيليجونس ارتيفيسيال. معناها انتم دخلتوا ما قراوكمش الكور ديريكتومون، تلقاو نفسكم تخدموا سيغ دي بروجي هكا. ما عادش اعطيني رايك انت ولدي. بون هي بطبيعه باش تدخل الانتيليجونس ارتيفيسيال ساعه لازم تعمل فورمولير، دونك معناتها يختاروا عباد وتدخل الانتيليجونس ارتيفيسيال. من بعد كي يقريوك فما من الاول بارتي تيوريك صغيره وين ينجموا يقريوك معناها كيما الانتروداكسيون، يعملوا لك الباز معناها نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال سوا معناتها ماشين ليرنينغ ولا ديب ليرنينغ. ومن بعد معناها يعطيوك الفرصه انك تابليكي الحاجات هذوما اللي قريتهم في لي بروجي نتاعك. وبالطبيعه ما تكتفيش بالحاجات اللي قريتهم، بالعكس تقرا وحدك معناها في الانترنت يوتيوب كما قال سي مراد من بكري، دي كور معناتها اون لين كل شيء، دي سيرتيفيكا باش تخرج حاجه مزيانه معناها في البروجي نتاعك. وهو في الاخر معناها تتعلم الاكثريه، معناتها كان نجم نقولوا 70% تتعلم وحدك معناها، وجوست يعطيوك معناتها ياطروك من الاول كيفاش تبدا وكا هو معناها. سي مراد كان فهمت بالكدا بالكدا، معناها كيف يدخل التلميذ ثم دفع باش انه يكتشف وحده. معناها هذه البيداغوجيا هذه وقع التنظير لها، يعني توا على القليله 25 سنه وبرشا بحوث مع جامعيه، ثم مؤسسه كامله اللي هي بها اسمها السي دي ايو،
وبالمناسبة هذية لـ 20e conférence متاع CDIO صارت في تونس الجمعة اللي فاتت واحتضنتها إسبري اللي هي شتقول هالمسألة هذية اللي فيها MIT فيها هارفارد فيها أكبر جامعات والمدارس المهندسين معناتها في العالم كل جاب تونس هذوما كلهم جاوا لتونس 180 باحث في البيداغوجيا متاع تكوين المهندسين من 28 بلاد الجمعة اللي فاتت كانوا في تونس وحتى مطالبة اللي لهنا معناتها دخلوا معاهم معناتها في كونتاكت وحكوا معاهم ايش تقول هالبيداغوجيا هذه؟ تقول ما نجم نكون المهندس كان بفعل الهندسه. يعني كيما الطبيب، الطبيب ما تنجمش ريتك وقت اللي يعمل سونتر ما تنجمش معناتها تكون طبيب وانت تعطي في ديكور دون اون كلاس، يلزم ثم سبيطار، هذاك علاش الطب يتكونوا دون دي سي هاشيو سونتر هوسبيتالو يونيفرسيتير على خاطر يلزموا يقرا شويه طب ويخرج يطبق ويشوف الاساتذه نتاعو كيفاش يدوروا على المرضى. هالسي دي ايو هذه نفس العمليه، تقول لك اليوم ما نجم نكولوا مهندس كان بفعل الهندسه، مش اني نمشي نقريه موديول هكا وموديول هكا ومن بعد توا يرحم ربي معناتها تخمر الحكايه وتولي هندسه. كيفاش باش تصير؟ تصير كان بالمشاريع. هذا ما يمنعش انه في التكوين الهندسي ديما ثم العامين الاولانيين اللي هما عامين تحضيريين، ياخذوا فيهم معناتها دوزه كبيره نتاع رياضيات. متاع إعلامية متاع علوم الصلبة اللي هي أساس كل شيء. بعد ما تكمل هالعامين هذوما التحضيريين ندخلوا في 3 سنين هندسة. ما لفك 3 سنين هندسة هذوكم ما نجموا نتعلموا الهندسة كان بفعل الهندسة، ومن هنا يجي مسألة معناتها المشاريع اللي هما قاعدين يقوموا بها. كيما ما تنجم تكون طبيب إلا في سبيطار ومع المرضى وفي وسط الانفيرونمون معناتها متاع الطب. هذا هو بعجالة الباساج من العامين للي بعد، ثم كونكور ثم امتحان كيفاش ولا؟ بالطبيعه هو ديما ثم كونكور، يعني اللي هو من بعد عامين يحب يدخل المدارس مهندسين وحده اخرى ينجم يعدي الكونكور ناسيونال اللي تقوم به الدوله التونسيه، وعندنا نحن معناتها بريباراتوار متاع اسبري اللي هي قاعده معناتها تكون في مهندسين يجتازوا معناتها المناظرات هذيا العالميه وقاعدين يدخلوا لاكبر المدارس المهندسين التونسيه والعالميه الفرنسيه. وثم زاد الطريقه الاخرى اللي هي معناتها هي 2 بلس 3 يعني عامين تحضير في اسبري سي سكون ابل انتغري معناتها سي اون فورماسيون انتغري وثلاث سنين هندسه. وثم سكون ابل معناتها لو باركور باراليل ولا لادميسيون باراليل، هما الطلبه اللي عندهم اجازه علميه عملوا 3 سنين خذا الاجازه نتاعو ويحب يكمل في الهندسه، دونك يكمل في الهندسه 3 سنين. يعني مساله التحصيل الهندسي ديما تصير في 3 سنين هذوكم. هذا ما يمنعش انه زاد من خصائص اسبري انه حتى فك العامين هذوكم الطالب يكون عنده علاقه بالهندسه، يعني ما هيش تيوريكا كهوا حتى في العامين التحضيريين، وهذه من الميزات معناتها نتاع اسبري. قبيلك قلت لك سي دي ايو ما فسرتلكش شنو هي الكلمه. الكلمه هذيا الناس اللي عملوها اللي هما من الام اي تي واللي يسمعوا فينا سيغمون يعرفوا الام اي تي اللي هي اكبر مدرسه مهندسين في العالم، يقول لك المهندس لازم تكون عنده كفاءات في 4 مجالات: كونسيف، ديزاين، امبلمنت، اوبريت. هذوما كان ترجموهم تصور الحلول وهندسة الحلول وصناعة الحل وتسيير الحلول الهندسية. يعني هال4 كفاءات هذوما في الهندسة ما نجموا نكتسبوهم كان في إطار بيداغوجيا اللي هي تسهل عملية الهندسة، يعني يقوم بمشاريع مش يقعد يقرأ في التيوريك كهو. التيوريك سي قراه وتشبع منه، والناس اللي عملوا بريباراتوار يعرفوا اللي معناتها الدوزه نتاع المات والدوزه نتاع الانفورماتيك والالغوريتميك اللي ياخذوها كافيه اللي خاطرها هذه امور صلبه. ريت علاش كنت نحكي لك ان تعلم مدى الحياه على خاطر التكنولوجيات الاخرى تتبدل كل عام تتبدل، معناها انت اليوم باش تقري شنو باش تقري؟ اللي باش تقريه اليوم غدوه باش تتبدل بحاجه واحده اخرى. يلزمنا نتركزوا على حاجه صلبه اللي هي الرياضيات، الخوارزميات، معناها العلوم الصحيحه اللي هي تنمي معناتها القدره نتاع القدره معناتها نتاع التفكير نتاع التحليل،
وزيد ثم حاجة واحدة أخرى راه مهمة وهي كيف لا مارك دو فابريك نتاع إسبري، التمكن من اللغات. اليوم الناس كل تعرف أنه في الانتليجنس ارتيفيسيال نجموا تنجم معناتها تعمل حلول بالذكاء الاصطناعي غيان كو اون اوتيليزون معناتها جينيراتيف اي اي. هالجينيراتيف هذايا يلزمها سكون ابل برومبت انجينيرينغ. البرومبت سا فيدير انك توصف لا توصف توصف للاله شنو هو اللي انت تنتظر منها. اي باش توصفوا هذا ما هو يلزمك تستعمل لغه، يعني باش تستعمل لغه اللي تحب. كم تستعمل اللغه العربيه استعمل اللغه العربيه صحيح، كم تستعملوا اللغه الفرنسيه اللغه الفرنسيه صحيح، كان لغه انجليزيه اللغه الانجليزيه صحيح. خاطر نحن ساعات نراو معناتها في عباد كما يقول سيطاه كي سون انالفابيت ترينانغ، يعني تلقاه لا يملك العربيه الفصحى بالكدا، لا يملك الفرنسيه، لا يملك الانجليزيه. الطلبه نتاعنا لهنا يعرفوها المساله بالكدا، ان نحن ناكدوا ياسر على مساله اللغات والمهارات والكفاءات في اللغات. باش نسالكم انتم شباب والكره عندكم انتم وجاوبوني بكل صراحه، الاختيار هذا نتاع الفيليال هذه نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الصناعي هذا، هل انه لاسباب تشغيليه ام انه اللي عندكم الكيوريوزيتي هذه وحب الاطلاع اللي هو اللي لازمكم، والا خممتوا كما برشا ما نخبيوش هذا في الهجره؟ ما عرفش شكون منكم يحب يجاوبني، تفضل نبداو معك انت. والله الفكره دو باز يعني كنت على انه الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، توا نعرفوها الجمله هذه والناس الكل يقولوها، دونك سيتي يعني شويه شويه من كل حاجه، شويه مبنيه على الكيوريوزيتي، شويه مبنيه على كما قلت انا المستقبل، شويه على هذاك انا وين روحي غيالمون، شنو انا الكورسوس نحب نتبعه من بعد. دونك الانتيليجنس ارتيفيسيال بالحق بحر، قد ما تتعلم وقد ما تقرا فيه وشويه باقي يقعد فما دي نوفوتي اللي يخرجوا كل شويه، دونك لازم ديما تكون اب تو ديت، لازم ديما تكون تقرا وتتعلم. دونك فريمون سي ان دومين كي مو فاسين انا ولقيت فيه روحي وسي ان شوا اللي جو ريغريت با. خلينا نسمعوا زميلتك، ما سمعتكش انت، اختيار بتاعك هذا للذكاء الاصطناعي شنو هو مرده وعلاش؟ كما قالت ايا تو هو الذكاء الاصطناعي، تقول الذكاء الاصطناعي تقول صاير المستقبل، دونك نهار اخر برشا حاجات كما توا قاعدين نشوفوا مش نستغنيو عليهم باش نكونوا نخدموا بهم بالذكاء الاصطناعي. دونك كما قلنا يعني نورمالمون هو كبر تفضل بدي فما الفضول، فما كيف حكايه الهجره على خاطر الذكاء الاصطناعي تو ياسر موجود القدام، ان شاء الله في الاعوام القادمه نلقاوها في تونس. دونك من كل شويه شويه. برافو يعطيكم الصحه. حكيتونا على الانتليجنس ارتيفيسيال، انتم في سنه ثالثه، دونك نتصور مازلتوا ما بداتوش في مشاريع. لا خدمنا برشا مشاريع السنه. سنه ثالثه راكم انتم؟ اي في سنه ثالثه قدمتوا مشاريع. خدمنا دو بروجي سمستر الاولى وبروجي سمستر الثانيه. وزوز بالانتليجنس ارتيفيسيال. عاود فسر لي ميساج خلينا نفهم معاك شوي شوي. دونك احنا سنه اول عام تروازيام انتليجنس ارتيفيسيال، اول ما بدينا العام بشويه بدينا يعلموا فينا كيفاش نستعملوا الداتا، كيفاش نابليكيو الداتا على الانتليجنس ارتيفيسيال، وبدينا بشويه ندخلوا في الدومين هذا وبدينا نفهموا بشويه. كي وصلنا للسمستر الثانية فهمنا اللي السمستر الاولى كانت حتى شيء، السمستر الثانية كانت محلوله، لازمك وقتها باش تتعرف على الانتليجنس ارتيفيسيال بالكدا، وقتها خدمنا لي بروجي نتاعنا ودخلنا في الدومين بالكدا. كيف انت زادة؟ نفس الشيء؟ اون فيت احنا كنا في نفس الكلاس نقراو مع بعضنا، دونك اسبري اللي بازي سور لي بروجي، دونك ما فماش ان سمستر يتعدى وماكش خارج منه ببروجي في الاخر يعني. Donc c'est vrai, nous apprenons le côté théorique, mais on applique directement fait les projets internes. C'est pour ça nous, les collègues, à nous ramener. C'est vrai, il y a un premier an en intelligence artificielle, à marquer des cas très nombreux projets. Quand réellement, fait ma tatbiq mubeshar le crinet. Ma fille, Ali Sali, n'importe quoi, ne vole ni kif. Maintenant, tout le monde fait les projets. نجم ناخذ فكره على البروجي، شكون نجم يعطيني فكره على البروجي بتاعك؟ تفضل اعطيني فكره على البروجي. مثلا سنه في الدوزيام سيمستر خدمنا على بروجي كونسيستون اللي هو عن حل. شو؟ نحل. ليزابي اكزاكتومون. اش جايب ليزابي للانتيليجونس ارتيفيسيال؟ كيما قال لك سي مراد خدمنا على سي بي ال احنا سنه، دونك او قبل ما نبداو في البروجي كانت البوت ان نخدموا على تشالنج، ان بروجي اللي هو كونسيستون وان بروجي اللي ماهوش موجود حاجه انوفاتيف. دونك بدينا انه اخترنا انه شنو هي التيم اللي احنا نحبوا نمشيو فيه، اخترنا ليكو سيستيم.
احنا كنا نعرفوا لي ليكو سيستيم حاجه ياسر امبورطونت معناها لازمنا نحافظوا على ليكو سيستيم تاعنا. لقينا اللي ابري دي ريشيرش لقينا اللي لازابي هما عندهم امبورطونس ياسر كبيره في ليكو سيستيم. دونك عملنا اون ريشيرش وكل ولقينا اللي لازابي عندهم اون امبورطونس. دونك مشينا عملنا دي زيتود نتاعنا، مشينا النحاله، مشينا المريسه، عملنا ايتود دو مارشي وكل، شفنا لي زابي وبذيك ليدي خرجت ليدي نتاعنا نتاع ان باش نخدموا على لي زابي. مش قاعدين يوريو لي في صور طبيك على الشاشه، ما عرفتش اذا كان هذوما. هذا كان اليوم العالمي للنحل هذاك. اي. شاركنا في اليوم العالمي للنحل وكنا في كونفيرونس مع النحال التونس الكل. دونك هذا البروجي كان في اسبري، هذا كان في اسبري. هذا في اسبري. هذا الفاليداسيون فينال في اسبري مع لي بروف ولي زونكادرون تاعنا. خليني نتعرف اكثر على المشروع نتاعكم، تفضل اعطيني فكره اكثر على المشروع. كما قلت لك ناديه، معناها النحله هي من اهم لي سبيس معناتها في الدوار. حتى انا نطلع شويه على الموضوع. نعرف اللي ثم اشكال عالمي على مستوى النحل واللي هو قاعد ينقطع. واللي حتى التربيه نتاعو قاعدين يتعداو من جانب الفلاحي البحث الى جانب صناعي متطور، وثم خطر العالمي ونعرف التغيرات المناخيه الموجوده. لكن انا جيت تحكي لي على نحله في ذكاء اصطناعي، شو الربط؟ باهي، الذكاء الاصطناعي راه ماهوش كما نقول نحن سوليسيون نتاع حاجه بركه، تنجم تابليكي في اي دومين باش يعاونك ويسهل لك ويخرج لك اصلا معناتها ريزولتا خير معناها. باهي، في الانتليجنس ارتيفيسيال استعملنا دي تكنيك نتاع الكمبيوتر فيجن والتكنيك نتاع الساوند ريكوجنيشن. باهي، شنو هما هذوما؟ الكمبيوتر فيجن هو انك جوست بكاميرا تنجم تتعرف على النحله، تنجم تتعرف على الحاجات اللي ياثروا على النحله كيما لي بريداتور، مثلا الفاغوا، كيما ال درون بي. هذوما حاجات مثلا يقتلوا النحله وينجموا اصلا معناتها ينقصوا في البيرفورمانس نتاع. معناتها انتوما تجيو للموطن اللي تعيش فيه النحله وتحطوا دي كاميرا وتقعدوا تتبعوا فيها. هكاك بالضبط. كيما شاهدوا توا في خلف نتاع هذوما نتاعكم انتوما. هذوكم نتاعنا نحن. هذيك التراديسيونيل وهذيا نتاعنا احنا. الصفرة تراديسيونيل. البيضة تراديسيونيل والصفرة هي اللي احنا عملناها. الصفرة قاعدين شاهدوا فيها دي كاميرا. فما كاميرا في المدخل نتاع النحله نتاع المنحله وين تنجم تعرف قداش من نحله قاعده تدخل وقداش من نحله قاعده تخرج، تعرف على شنو لي سبيس اللي دخلوا المنحله، خاطر نجم مثلا يدخل بريداتور نجم ياكل لك النحل ويقلقهم. تتعرف زاد اذا كان النحله مثلا داخله بالرحيق معناتها بالبولين ولا، خاطر هذاك اللي يساهم في البرودكسيون نتاع العسل. عندك زاد تعرف اسكو فما فيروس صغير في ظهر النحله ينجم يقلقها في البيرفورمانس نتاعها. دونك بالكاميرا هذيك تنجم تعرف ايدي جلوبال على الغوش نتاعك، معناها اسكو هي سيبورات. الممتاز اللي قاعد نسمع فيه انه مهندس قاعد يحكي معايا، ماهوش مهندس فلاحي، مهندس في الانتليجنس ارتيفيسيال، لكن يعطيني في معطيات علميه فلاحيه قيمه، معناها يظهر لي حتى ثم من ناحيه فلاحيه. برافو، يعطيك الصحه. استمعتم وزاره الفلاحه في اليوم العالمي للنحله وقاموا معناتها ب بريزونطاسيون للمشروع نتاعهم في وزاره الفلاحه نتاعنا. برافو. خلينا نسمع منكم انتوما. اذا كان فهمت مليح، معناها المشروع كي من هذا يلزم مراقبه متواصله. كيفاش تعملوا معناها البيرمانونس نتاعكم؟ كيفاش تصير؟ خممتوا في طريقه نتاع مراقبه؟ كيفاش بالضبط تعمل؟ دونك كيما حكينا لا ميثود سي بي ال لهنا، ميثود سي بي ال ان نلوجوا على البارتنير نتاعنا والتشالنج نتاعنا. البارتنير نتاعنا كان لوفيس ديلفاج اي دي باتوراج اللي هو مع وزاره الفلاحه. دونك لهنا ديوان تربيه الماشيه كانوا معنا في المراحل الكل. اي تو تحكي لنا على لي فيزيت اللي عملناهم وعلى النحاله اللي قابلناهم بيرسونيلمون في اليوم العالمي للنحل. حضرنا على كونفيرونس اللي النحاله يحكيوا على المشاكل نتاعهم الكل، باش كانت السوليسيون نتاعنا اورونتي ديريكتومون للمشاكل هذيك، مش نخدموا في الفارغ. معناها عملنا دي ريشيرش بخلاف الانتيليجونس ارتيفيسيال. معناها 3 شهور خرجنا نفهموا في النحل وخدمنا البروجي نتاعنا على الانتيليجونس ارتيفيسيال. اعطيني شنو هي الديماج، كيفاش كان الاتصالات مع الفلاحه؟ على الاول
توجهنا للمقر نتاع وزاره الفلاحه ومع ديوان تربيه الماشيه، وغاديك حكينا يعني مع دي انجينيور اغرونوم، وحكينا زاده مع نحاله من الميدان التونسي، على خاطر كما نعرفوا انه المشاكل في تونس تختلف على المشاكل في العالم، لذلك علاش حبينا تكون السوليسيون نتاعنا اورينتي للنحاله التوانسه. دونك شفنا المشاكل اللي تعرضوا لهم هما، شفنا شنو الحاجات اللي تقلقهم في المجال هذايا نتاع تربيه النحل، وعلى حسب ذلك وحسب لي فيزيت تيران اللي عملناهم احنا للمريسه كما قال زملاء نتاعينا، خرجنا السوليسيون نتاعنا هي اللي هي بازي على لي كاميرا اي لي ميكروفون، باش غادي كنشوفوا بهم كيفاش نحسنوا تربيه النحل هذايا، وتكون عندنا رؤيه على المنحله نتاعنا شنو هو اللي صاير، الاخطار اللي بيتعرض لها النحل هذاك، وهذا كله يكون اديستانس، يعني هنايا نوفروا احنا مجال النحل انه يتعرف على المخاطر وعلى الحركه اللي تصير في المنحله نتاعو عن بعد. به سوليسيون كي من هذه ما عرفش انتم كيفاش في مرحله متقدمه مين وصلتوا فيها، هل انه ناويين انكم باش تمكنوا الفلاحين باش يتعاملوا بها؟ ما عرفش سي مراد انتم مشاريع كيما هكا نتصور راهم متعدده. هذه اللي تحكي فيه مهم برشا، خاطر ثم الحلقه اللي ناقصه هذه هو وقت اللي الشباب نتاعنا يقوم ب كيما لي ميموار اللي نخدموا بهم ثم تثمين هالاختراعات. افكتيفمون فهمتني، معناتها يلزم تكون ثم حلقه ممكن هما ينجموا يعملوا ستارت اب ويعملوا انكوباسيون على الحكايه هذه ويطوروها وتكون معناتها فيها جدوى اقتصاديه، اما وحدهم لا، يلزم ثم ان ايكو سيستيم زاده نتاع بعث مشاريع، وهذه حلقه نحن كاسبري قاعدين نشجعوا عليها، لكنها ما تنجمش تكون بطرف واحد، يلزم الناس الكل معناتها يتعاونوا عليها، ثم حلقه التثمين نتاع الاختراع ولا الابتكار هي اللي لازمها تتقوى بالكدا في بلادنا. انسى انت ما سمعناكش بالكل بالكل، ماذا بيا نسمعك تقدم لنا زاده المشروع نتاعك بالضبط، خاطر انت يظهر لي ماكش تابع المجموعه هذه. باهي قدم لنا المشروع نتاعك، نعطيك اربع دقائق قدم لنا فيه المشروع نتاعك. لوبجيكتيف نتاعنا انه كان لونتروتيان نحبوا يكون فيه عدل وشفافيه وتكافؤ الفرص بينات كل المتقدمين. دونك من هوني خرجت سوليسيون اللي هي عملتها انا وجروبي نورانوت، متكون من 6 افراد، بلقيس حاج حروشي، شيماء مبروك، نورشين العروسي، اشرف السيفي، وزينب بوسعيدي، وانا. السوليسيون نتاعنا كانت انا نعملوا روبو دو ريكروتمون بازي على الانتيليجونس ارتيفيسيال اللي يخدم على السوفت سكيلز والهارد سكيلز، ونلقوه في دو فولي، يا اما في لي زونتربريز اللي هو مش ياخذ الرول نتاع جولي، ونلقوه زاد كيف كيف في لي فاكولتي بور بريباري لي زيتيديون لونتروتيان دومبوش لي سوتونونس نتاعهم، اي حاجه فيها بريزونتاسيون. دونك ملول فما دي كونديسيون روبو يثبتهم، اسكو الكانديدا وحده في وسط السال والا لا، خاطر هو دو لا باز هو اونتروتيان انديفيديويل بور اسيوري الحاجات اللي كنا نحكيو عليهم قبيليكا، اي او ميم تون يشوف اسكو هو شاد تليفون في ايدو لهنا في عملية الغش، دونك هذاك ما لازمش يكون شاد تليفون في ايدو، اي او ميم تون يشوف اسكو الانسان اللي قاعد قدام الروبو هو نفسه اللي موجود في وسط السي في والا لا. سوفي لي كونديسيون سافا وريغلو، دوك نتعداو فما دي بروغرام اللي هما ديدي للسوفت سكيلز، كيبدا الكانديدا قاعد يجيو في الاسئله جينيري من الروبو، كيفاش الاسئله هذوما جينيري؟ كون يعني من الاول الكانديدا يحط السي في نتاعو، يصير اكستراكسيون كونش لي كومبيتونس تكنيك نتاعو بغض النظر على اسمه لقب هو من انا جهه جي، ولي كيستيون بالطبيعه لي كومبيتونس ذوكم ياخذهم الروبو، يبدا يجينيري في اسئله، كي يبدا الروبو قاعد يسال الكانديدا كيف كيف يعطيه الوقت الكافي مش يجاوب على السؤال نتاعو، وفما دي بروغرام اللي يعمل لك الاناليز نتاع صوتك نتاع لي زيكسبرسيون جيستويل نتاعك نتاع البوستور، من غير حتى انترفونسيون نتاع اي انسان. لي لي pour assurer la transparence. Donc لهنا تشوف لك يعمل لك الاناليز نتاع صوتك كما قلت لك، لي زيكسبرسيون جيستويل، البوستور نتاعك، ولي ريزولتا باش يشوف اسكو انت اليز، مرتاح، ستريسي، خايف، وسولون لي ريزولتا هذوما سكور يا اما مش يطلع يا اما مش يهبط بيان سور. هذايا نحكيو على سوفت سكيلز، او ميم طون وقت اللي يكمل الكانديدا الجواب نتاعو فما ايفالياسيون تكنيك يعملها تشات بوت الجواب اللي جابو الكانديدا، وفي الاخر بالكل فما عندنا رابور يخرج فيه لي بوان فيبل اي لي بوان فور نتاع الكانديدا. الرابور هذايا احنا دو لا باز عملناه،
على خاطر لي بروبليم ان يخرج الكونديدا من لونتروتيان يقول لك انا حسيت بالظلم. الصور هذوما كانت تعطينا شنو الاطار فيهم التصويره هذه؟ هي في البال دو بروجي الجروب انا جروب يونور انوتس خلينا الفيرست بليس في البال دو بروجي على التروايا دونك لهنا في البال دو بروجي. انتوا خدمتوا مجموعه ولا وحدك خدمت؟ لا مجموعه يعني قلت لك انا وجروب يونور انوتس. يعطيك الصحه بارك الله فيك سي مراد انت مضطر انك تغادرنا نحب نشكروك شكر كبير على الفرصه اللي عطيتوها لنا هذه باش تكونوا معنا نبدا واضحه معاكم سعاده لا توصف انه نلقاو شباب تونس هذا الوجه الحقيقي لشباب تونس شكرا لكم يعطيكم الصحه بارك الله فيك يعيشك نخرجوا فاصل ساده المشاهدين ونرجعوا للاستوديو.